أخبار اليوم. أنا أختار اللعيبة للمباراة. تمام. يعني 25 لعيب ممكن 26 لعيب. طيب. وعايز أقول لك حاجة. وجوه وأسماء جديدة. بإذن الله في. لم يسبق. والله في يعني. حوالي كم واحد كده؟ يعني مش أقل من ثلاثة. لم يسبق أن ينضموا للمنتخب لفترتك. المعسكر كابتن من 6 ل 14 8 ايام شايفهم ان فتره طويله ما بقاش فيها مباريات. ماشي، اذا لعبت مباريات هلعب امتى؟ وهلعب مع مين؟ يعني انا مثلا لما اجي اشوف الاقي ناس كتير بتقول مثلا فريق السنغال في معسكر في فرنسا. طب مين اللي معسكر في فرنسا؟ اتعرض عليك نيجيريا؟ لا اسال سؤال بره وهنا مره ورفاق. ما انا هقول لك مين اللي معسكر في فرنسا؟ اذا كان النهارده في ماتشات في بطوله اوروبا ولعيبه السنغال معظمها بتلعب في بطوله اوروبا، وبعد كده في يوم السبت والحد الجايين ماتشات في الدوري الاوروبي ولعيبه السنغال كلهم ال 23 محترفين هيلعبوا في الدوري الاوروبي، يبقى فين المعسكر اللي موجود؟ لعيبه السنغال انضموا للمعسكر بتاعها اعتبارا من يوم 10. تمام؟ اعتبارا من يوم 10. اتعرض عليا فعلا نيجيريا، لكن انا يعني معلش انا برضو الحمد لله بقى لي خبره في المنتخبات، خبره في الحاجات اللي زي كده. انا لما يجي جواب حتى من نيجيريا ومنتخب نيجيريا عايز نلعب هناك يوم 6، طب انا هلاعب مين في نيجيريا؟ يعني خلينا اكون صريح، الماتش كان بكره، نفترض ان انا كنت اجلت الدوري وهلعب ماتش يوم 6، مين نيجيريا اللي هلاعبها يوم 6؟ نيجيريا عندها 23 لعيب محترف، احنا كلنا مع بعض هنشوف منهم لعيبه بتلعب النهارده، واحنا كلنا مع بعض هنشوف كمان الفرقه بتلعب يوم السبت والحد. انا كنت هلاعب مين بقى؟ يبقى لازم انا اكون عندي قراءه للجواب اللي جاي لي. تروح ببيه الجواب اللي جاي لي ده، هو المشكله ايه؟ الجواب يجي وبعدين يتقال شوقي رفض انه يقابل نيجيريا. طب مين هي نيجيريا؟ نيجيريا بقى المحليين ولا نيجيريا المدارس ولا نيجيريا مين؟ ولا نيجيريا المنتخب الاول؟ نيجيريا البلد. يبقى المباراه ليست لها هدف. المباراه ليست لها هدف ولا ايه؟ عايزين نعرف حرام بقى ولا ايه؟ المباراه ليست لها هدف بس يا كابتن. عايزين نعرف شعور حضرتك الشوط الثاني لمباراه العوده مع بتسوانا واحنا متعادلين 0-0. لو احنا النتيجه خلصت كده كان ممكن يبقى فيه مباريات وحاجات وكانت الدنيا كلها بس انا 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 ما كانش عندي اي شك باذن الله ان احنا نكسب، لان انا الحمد لله المعسكر كان مغلق في الفتره ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني، كنت بستهدف ان المعسكر مغلق عشان في حاجات كلها كانت حاجات تكتيكيه وحاجات تركيز عليها. اللعيبه كانت بعودها الصبر، بس بعود اللعيب الصبر ما تفقدش الكوره، مش لازم كل كوره تاخدها نجيبها جوه، بس كل كوره طول ما الكوره معانا احنا مش هيجي علينا خطوره، لكن ازاي نخترق من الاماكن اللي نقدر نجيب منها اجوان. كل التدريبات كانت مسلطه على هذا الموضوع بنفس فرقتين، بتلعب فرقه بتلعب بالشكل اللي بيلعب بيه بتسوانا، وفرقه بتهاجم بالشكل اللي انا عايز العب بيه، وبعدين عكس الفرقه الثانيه تلعب بنفس الشكل الدفاعي كده والفرقه دي تهاجم بنفس الشكل. موجود الصبر الموجود، ما انا قلت لك تونس جابت 6 نقاط في الدقيقه 94، احنا ليه بنستعجل؟ ما هو الماتش لو الماتش بيبدا من الدقيقه 1 ماشي، لو انا هجيب جون في الدقيقه 1 والحكم هيصفر لي الماتش في الدقيقه 2، يبقى لازم انا الدقيقه دي اموت نفسي واقاتل فيها، لكن ده الماتش عندي 90 دقيقه. كنا عايزين نعرف موقف كابتن احمد حسن في الجهاز الفني، وخصوصا ان هو كان عايز يخوض تجربه التدريب في النادي الثاني، فكنا عايزين نعرف حضرتك موقفك. هو كابتن احمد حسن موجود معانا في الجهاز ومستمر معانا في الجهاز، وكابتن احمد حسن يعني كلاعب انت لعيب كتير، عامل لعيب العالم وكنجم كبير، وعنده طموح الفنيه موجود عنده وعايز يبقى يخش في النواحي التدريبيه، لكن وكانت النصيحه ليه لما بكلمه مدرب كره القدم مش لازم يكون فنيا بس، لان احنا مدرب كره القدم لازم يكون ملم بالنواحي الفنيه والنواحي الاداريه والنواحي الطبيه وكل شيء في العمل طالما هو رئيس الجهاز، لكن في النهايه بيطلب كل واحد للعمل بتاعه يوجه ويسيب الناس كلها تشتغل. يعني زي ما انا مثلا عندي الدكتور طارق سليمان انا اوجهه، لكن اسيبه هو اللي يشتغل، يعني مش انا اللي اقدر اشخص العلاج ولا انا اللي هقدر اقول كل حاجه،
في النواحي الاداريه اقدر اوجه الناس اللي موجوده واسيبهم يشتغلوا ويعملوا حاجات، بس ابقى ملم بيها، لان انا في النهايه اي حاجه خطا بيحصل عليا. احمد عنده الميول الفنيه دي كبيره والرغبه انه يبقى مدرب كبير، وكان كلامي ليه طول ما انت موجود في الجهاز النهارده، لو حبيت تعمل معايشه، لو حبيت تعمل معايشه مع حد عشان تتعلم منه او حد عشان تستفاد منه، وفي النهايه تاخد الصح والغلط تبنيه، هل هتتاح لك فرصه انك تتعايش مع منتخب مصر في نفس البوزيشن اللي انت موجود؟ عشان كده احمد حسن موجود في الجهاز. ها؟ وطول ما اقول لك على حاجه، وطول ما الفريق في حاله انتصارات والجهاز شغال، انا باكد لك ان احمد حسن موجود في الجهاز وقاعد في الجهاز، وهيأجل كل نواحي الفنيه بتاعته الى ينتهي عمر الجهاز. هو حضرتك يعني اسئله سريعه كده، ماشي، اسئله الناس، اسئله سريعه، عايزين اجابات محدده ليه. تمام. هو دانجر بيقول اهلا بيك يا كابتن شوقي، ربنا معاك وبالتوفيق، بس يا ريت تقول لنا بديل محمد عبد الشافي في اليسار. تمام. انا قلت ان احنا عندنا بكره مباريات، في عندنا اكتر من لاعب بينتفعوا. انا مش عايز اعمل ضغط على اللعيبه اقول اساميها دلوقتي، يطلع بكره حد يروح يتفرج على لعيب احنا مقتنعين بيه ما يبقاش في المستوى اللي احنا عايزينه فيه، فيحصل اختلاف في الرؤيه بتاعتنا. لكن في اكتر من لاعب ولم يسبق له من انضمام المنتخب، لم يسبق له من بطوله. في الباك الشمال؟ في الباك الشمال. طب عاطف علي بيقول لحضرتك يا ريتك يا كابتن شوقي يكون ليك مستشارين او مساعدين تاخد بنصيحتهم، ترد عليه تقول له ايه؟ اقول له ان احنا لما بيجي نحط التشكيل بنجتمع كلنا كجهاز، كل واحد بيسلم ورقه فيها التشكيل بتاعه، وفي الاخر بنجمع الورقه ده ونقعد كلنا نتناقش في الورقه كله واللي بنرسم فيه نعمله، لان انا من هواه الرأي جماعة في هذا العمل بالذات، وليس فردي وليس ديكتاتوري. هشام خليل بيقول لحضرتك في إمكانية بالاستعانة بمحمد إبراهيم في ظل ضعف الهجوم والإجابات؟ إحنا قعدنا اللعيبة المحترفين خلاص في صعوبة الاستعانة بمحمد إبراهيم، محمد إبراهيم ممكن يكون في مرحلة قادمة له مكانة وله موجود في مكانة، وأنا يعني محمد من اللعيبة المميزين اللي أتمنى فيه إن يعني يفضل في البرتغال بنفس القوة وينتقل من البرتغال لنادي أكبر منه علشان ياخد المسار الطبيعي والصح بتاعه. هاني مدحت بيقول لحضرتك مين بديل عمرو جمال ووليد سليمان في الماتشين الجايين؟ وليد سليمان موجود معايا، وأنا قلت دلوقتي إن أنا الناس اللي شاركت هي موجودة، وليد سليمان موقوف عن المشاركة في المباريات المحلية، والإيقاف بتاعه كان تعتبر بالنسبة لي 5 أيام، مباراة لعبت يوم 1 ومباراة لعبت يوم 5، بل ان وليد كان خلال الفتره الاخيره كان بيشتكي من بعض الاصابه اللي كانت بتعوقه، انا متهيألي ان الفتره دي هتكون فتره كويسه له ان ياخد فيها ايه استعاده شفاء افضل، فممكن يقدم اقوى من مكان موجود عليه او